السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن إن شاء الله معكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي في هذا الفيديو اللي غيكون جد مهم واللي غنتكلموا على بعض التسريبات والمعلومات الخطيرة واللي كتورط العصابة الحبزاوية بالضغط على الحقوقي لمحاربة السيد تحفة بعد فبركة بعض الفيديوهات والمكالمات اللي توصل بها الحقوقي واللي كيحاولوا انهم يورطوا السيد تحفة باستغلال قضية الحقوقي بعد ما سمعنا اخواني اخواتي انه جمع اكثر من 500 مليون سنتيم والخبر اللي تفاجئنا به اخواني اخواتي جميعا بما فيه السيد تحفة اللي تفاجئ بهذا الخبر انه يتهموه يعني باستغلال قضية المديمي. والانباء اخواني اخواتي اللي توصلنا بها كذلك واللي كتفيد ان هناك محاوله صلح بين الطرفين. اخواني اخواتي فقبل ما نبدا في صلب الموضوع كنتمنى انكم تعملوا لايك وبارطاجوا هذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد بخصوص قضيه السيد تحفة وكذلك الحقوقي. اخواني اخواتي اللي كان من قبل كيحارب الفساد والرشوه وكيتكلم على التجاوزات الاعمال والوالي وكذلك الوزير وكل القضايا اللي عندها يعني علاقه بحقوق الانسان كونه انه رئيس حقوق الانسان بمدينة مراكش. فاليوم كنتفاجئوا بالخروج ديال الحقوقي دي كيحارب يعني بعض الاشخاص اللي كانوا كيدعموه منذ 3 سنوات لحدود خروجه من السجن في القضية ديالو بسبب التهم الباطلة وهي واللي كانوا يعني السبب ديالها هي العصابة الحمزاوية. كما كتشوفوا اخواني اخواتي ان السيد تحفة اللي كان كيساند هاد الحقوق في المحنة ديالو وكيخرج في اللايفات وكيحاول انه يوصل الرسالة لبعض المسؤولين يعني بطريقة فكاهية يعني بواحد النية صافية السيد كيوصل واحد الرسالة يعني للمسؤولين باش يعرفوا ان الحقوقي راه هو دخل يعني ديك التهم اللي هي باطله يعني وتجن يعني ظلما وعدوانا في القضيه ديالو اللي كان دائما كيحارب يعني الفساد والمفسدين بمدينه مراكش وانه عارف ان هذه العصابه هي السبب في هذا الشيء كامل. فهذه العصابه الحمزاويه اللي هما السبب الرئيسي ديال هذه المشاكل كلها وكذلك بعض المسؤولين اللي لفقوا ليه تهم خطيره بسبب التقرير المزيف والمسرب واللي كيضرب في الوحده الترابيه وهذا هو السبب الرئيسي اللي تسبب يعني في الاعتقال ديال الحقوقي. يعني وهنا فين خرجوا جميع المديمين كيحاولوا انهم يدافعوا على هذا السيد وانا من البدايه ديال بدايه الاعتقال ديال الحقوقي كنا دائما كنتكلموا على حق كنا دائما كنظنوا ان هذا السيد يعني فعلا يعني دخل للسجن يعني ظلما وعدوانا. فللاسف هذا الانقسام اللي تفاجئنا به احنا جميعا بسبب هذه الفتنه اللي كبرتها هي العصابه الحمزاويه. احنا عارفين هذا الشيء كله العصابه الحمزاويه والمساله اليوم اللي كتطلب مداخله عاجله لكل المناضلين اللي كيوقفوا مع الحق والصلح والتسامح اللي هو من شيم الاخلاق ديال الكبار واصحاب الضمائر الحيه واصحاب الاخلاق العاليه. وامام هذه الضجه اخواني اخواتي وقعت هناك انباء عن تدخل بعض الناشطين يعني المناضلين للصلح بين تحفة والحقوقي بعد ما تبين تورط بعض اعضاء العصابه الحمزاويه في التسريب بعض المغالطات هي خطيره وخطيره للغايه اللي كتهم فيها السيد تحفة باستغلال ملف المديمي بجمع اكثر من 500 مليون سنتيم وهذا الشيء كله مغالطات يعني وتهم باطله من اجل انتقام من سيد تحفة اللي طالما كان كيوقف وكيساند الحقوقي في القضيه ديالو يعني بدايه من بدايه من الاعتقال ديالو بسبب قضيه الحساب حمزه مومبي اللي حاولوا انهم يلفقوا بعض التهم الخطيره. فإلى شفتوا يعني مؤخرا هذه يعني اكثر من شهرين وان تحفة اللي جاء من الولايات المتحده الامريكيه وجاء زار البيت ديال الحقوقي وكما شفتوا يعني زياره ترحيب هاد العائله ديال الحقوقي اللي رحبوا بهذا السيد تحفة كبطل وكمناضل يعني واعترفوا يعني بالاهميه ديالو بالوقوف في القضيه
ديال ولدهم اللي هو الحقوقي. والاكيد ان هذا الشيء كامل اللي قام به تحفة ويعني وديك المسافة الطويلة اللي جا من الولايات المتحدة حتى مدينة مراكش، هادشي كله انهم نساوه ونساو ديك الخير اللي قام به السيد تحفة. اخواني اخواتي، فامام هاد الضجة اللي وقعت هناك انباء عن تدخل بعض الناشطين والمناضلين باش يتم الصلح بين السيد تحفة وكذلك الحقوقي، من بعد ما تبين فعلا ان بعض الاعضاء ديال هاد العصابة الحمزاوية يعني هم قاموا بتسريب بعض المغالطات اللي هي خطيرة واللي كتان فيها السيد تحفة باستغلال داك الملف ديال المالديمي بجمع اكثر من 500 مليون، وما كانوش كيظنوا انه ما عارفينش حقيقة السيد تحفة انه عنده واحد الجمعية خيرية، انه كيساند الناس من ماله الخاص، انه كيدافع المظلومين المكلومين، وانه كيصهر الهالي. يعني يكفي ان هذا السيد كيوصل الرسالة يعني بديك الطريقة الفكاهية، الطريقة الفكاهية باش توصل الرسالة للمسؤولين، وفعلا نجح مع مرة انه يوصل الرسالة لهذوك المسؤولين باش يعرفوا الحقيقة ديال هذوك العصابة الحمزاوية. واي مسؤول كيحاول انه يلفق التهمة اللي هي خطيرة للسيد الحقوقي واللي كانت السبب يعني بدخول ديالو للسجن ظلما وعدوانا، هادشي كله مغالطات وتهم باطلة من اجل انتقام من السيد تحفة اللي طالما كان كيوقف وكيساند هاد الحقوق في القضية ديالو يعني بداية من الاعتقال ديالو هادي 3 سنوات، وكان دائما اخواني اخواتي يصرخ يعني وكيدير لايفات وكي يعني لدرجة انه بكى في بعض اللايفات وكيشوف ديك الظلم، ودائما كيوقف مع يعني الحق وكيوقف مع المظلومين. الى شتو اخواني اخواتي، هذه مدة يعني قبل يعني شهرين، يعني السيد تحفة بعد ما علم بخبر خروج السيد الحقوقي من السجن جاء من الولايات المتحدة خصيصا، يعني رجع من وخذ الطيارة وجا للمنزل ديال السيد المديمي باش يهنئوا بالخروج ديالو، وانه كان فرحان، اصلا كان فرحان لانه عرف ان هذا السيد راه كان مظلوم ديك 3 سنوات اللي دوزها في السجن، دوز ظلما وعدوانا. اكيد ان هذا الشيء لم يشفع لهاد الناس، لم يشفع لهاد الناس، اكيد انهم نساو ان هذا السيد اللي كان دائما كان واقف في القضيه ديال الحقوقي، واليوم تفاجئنا اخواني اخواتي يعني بالخرجه الصادمه ديال الحقوقي اللي كيحاول انه يبين لنا ان هذا السيد تحفة يعني استغل الملف ديالو او في القضيه ديالو ويجمع اكثر من 500 مليون. واللي خصو يعرفوا اخواني اخواتي جميع الناس ان هذا السيد تحفة اللي عنده هذا الشيء بالولايات المتحده الامريكيه وكيساند يعني وكيعاون جميع الناس المظلومين المكلومين، فعلى عين امام هذه الاتهامات اللي هي خطيره والزائفه، وامام هذا التأنب ديال العصابه الحمزاوي اللي كيحاولوا انهم يلفقوا لها التهمه اللي هي باستغلال الملف الحقوقي. فهذه التحفه اللي كيتحدى الجميع، كيتحدى الجميع بما فيهم هذا الحقوقي وكيقول لهم بالحرف اذا كان عندكم شي دليل، شي دليل فخرجوه يعني ونشوفوا. وفعلا انا غنقدم راسي للعداله، هادشي كيتبين لنا ان السيد تحفة فهو بريء من جميع هاد التهم اللي كيحاولوا انهم يلفقوا لها واللي هي خطيره، خطيره لاستغلال واحد الملف انهم جمعوا يعني اموال طائله، وهادشي لا اساس له من الصحه كما جاء على لسان تحفة في العديد من اللايفات والخرجات ديالو واللي كيتحدى الجميع، ولانه عارف فعلا أن من يقف أمام هاد الخرجات وأمام هاد التعنت وأمام هاد الاتهامات الخطيرة اللي كينسبوها لي هي العصابة الحمزاوي إخواني أخواتي، وهذه هي الحقيقة. وهادشي كله بغاو أنهم يلفقوا لي تهم هي أصلا ما كيناش ولا أساس لها من الصحة، هادشي كامل باش يدخلوه للسجن لأنه كان يعني واقف لهم في الحلق، يعني هاد الإصابة كان واقف لهم في الحلق وعرفوه بأنه مازال عنده بعض الدلائل، يعني الدلائل الخطيرة اللي كتورط هاد الإصابة اللي كيحاولوا أنهم يحاربوا يعني كل واحد كيساند يعني شي مظلوم يعني في القضية ديالو. إخواني أخواتي،
فامام هاد التحديات وامام هاد المفاجآت اللي كنشوفوا واللي كان تفاجئنا بها احنا جميعا كمتبعين هاد القضيه بعد ما كنا كنساندوا الحقوق في القضيه ديالو، كذلك يعني السيد تحفه اللي كنعرفوا عليه يعني واحد انسان طيب، انسان خلوق، انسان اللي كيحب الخير، انسان رجل طيب ومتاكد من نفسه بانه بريء في هاد القضيه. فالله يخرج هاد الامور بخير وعلى خير، والانباء اللي كان اللي تسربت اللي سمعنا ليها مؤخرا هو محاوله الصلح بين تحفه وهاد الحقوقي، وهادشي اللي كنتمنوا من الله عز وجل.